الآن بداية، هل برأيك الانتقادات الموجهة لجوجل كروم في محلها؟ يعني هل فعلا هو فضولي زيادة عن اللزوم في البحث في خصوصيتنا، أم أنه يعني يعمل على خدمتنا فقط؟ يعني في واقع الأمر في مجموعة من الانتقادات، سواء من بعض الدعوات القانونية اللي بيقف خلفها قانونيين أو جمعيات ليها علاقة بحقوق المستخدمين، ومن ناحية تانية في بعض الشكاوي بقى مش القضايا ليها علاقة بالاحتكار وليها علاقة بشركات الإعلانات في ظل التحديثات الكتيرة. لكن موضوع الخصوصية مش بس يقتصر على أو إشكاليته على جوجل كروم، لكن كمان خدمات كتيرة جدا زي جوجل مابس وزي اندرويد، والامر ينسحب كمان على منصات كتير جدا رقميه المنتج الرئيسي بتاعها اللي بتبيعه هي بيانات المستخدمين. هي بتقدم خدمات مجانيه، هي الامر اشبه بمزرعه بيانات كبيره. انا بقدم لك خدمه مجانيه، وامام الخدمه المجانيه دي بحصل على بيانات، بقوم بدوري ببيعها لمعلن مهتم بالوصول لشريحه معينه للمستخدمين. هذا هو المصدر الدخل الأساسي كما تقول يعني لجوجل كروم، لكن هل جوجل كروم يتجاوز الخط الأحمر في موضوع الخصوصية؟ يعني لا يبحث فقط عن اهتماماتي، ربما يبحث عن تفاصيل شخصية أكثر من موضوع الاهتمامات في أين يعني بأي سيارة أو أي بيت أو أي مادة أشتريها. هل هناك حد فاصل لفضول كروم؟ والمشكلة كلها ان الحدود الفاصلة ما بنقدرش نحكمها وما بنقدرش نعرف بمعلوماتها. الخبر السيء ان معظم العمليات دي بتتم بشكل غير معلن وبشكل سري، سواء المعلومات اللي بيتم الحصول عليها من الجهاز الهاردوير اللي حضرتك بتستخدمه ده كل بياناته بتروح، وده امر يعني ممكن نتفهمه. في معلومات تانية ليها علاقة بشبكة الاتصال، في بيانات تانية ليها علاقة بتاريخ التصفح، ودي الاشكالية اللي هي الكبرى في موضوع جوجل كروم تحديدا، لان هو بيبقى عنده معلومات تفصيلية بشكل فردي لكل مستخدم. يمكن التطور الجديد اللي هم بيحاولوا يشتغلوا عليه، وده الخبر اللي يمكن يكون جيد بنسبة كبيرة، ان هم بيتبعوا تقنية جديدة اسمها FLOC، والتقنية دي بدورها هتنقل عملية الحصول على ملفات التعريف الكوكيز اللي في الأجهزة، هتلغي النظام ده وتشتغل بنظام تاني اشبه بوضع كل مجموعة من المستخدمين عندهم تاريخ من التصفح متشابه، فبأرقام معينة مع مثلا المجموعة A17 دول مثلا هنقول اللي هم الأمهات الجدد في المنطقة العربية في سن من كذا لكذا. فالمعلن لو عايز يهتم بالمجموعة دي مش هيقدر يعرف غير حاجة واحدة بس، A17 مثلا، يعني A17 ده رقم تخيلي. الطريقة دي اعتقد ممكن تكون جيدة، لكن هل هي وضعت تحت الاختبار؟ هل تم التواصل الى جهات او فضلك. لا واضح أستاذي، لكن مثلا يعني هذه أيضا مشكلة يواجهها ربما فيسبوك وبعض أيضا البرامج الأخرى التي تتهم بأنها أيضا تبيع يعني ميول المستخدم للتجار هنا، وبالتالي يحاولون يعني السيطرة على الموضوع. جوجل كروم هنا برأيك لماذا يصر على التتبع؟ يعني لا يمكن أن يضع اختيار اوبشن انه انا لا اريد ان اتتبع، لانه حتى بنلاحظ انه جوجل مابس تتبعك حتى لو كنت مغلق هاتفك، يعني وبتشوف انت وين رايح وين جيت. هذا شيء غريب جدا. يعني حتى كمان أزيدك من الشعر بيت، حتى كمان لو أنت جربت خاصية التصفح الخفي، يعني جوجل كروم عنده خاصية اسمها إنكوجنيتو مود، أن أنت تعمل تصفح متخفي. طبعا التصفح المتخفي في دعوة حاليا دلوقتي أصلا في شمال كاليفورنيا على الموضوع ده، لأنه بيلم مجموعة من المعلومات. هي المشكلة يعني هي في الإشكالية أن أنا بلم الداتا دي كلها، ما عنديش رقابة على نوع الداتا دي أو نوع البيانات اللي بيتم جمعها، والأمر كمان لما يكون متعلق بشكل فردي أو معلومات شخصية أو معلومات مالية، يعني الأمرين دول هم
صحيح صحيح، بس انا سالتك استاذي يعني الا يمكن ان يكون المالية. وضع خيار للمستخدم حل؟ يعني مثلا الان فيسبوك وغيرها كما ذكرت لك كانوا بيناقشوا انه طيب خلينا نعمل، او حتى يوتيوب مثلا عملتها انه بدات ان تدفع اشتراك حتى لا ترى اعلانات. الا يمكن ان يكون هذا هو الحل، انه انا سادفع اشتراك لهذا المتصفح بمقابل ان لا يتتبعني؟ وهل مثلا اعدادات الخصوصيه التي ذهبت فيها ايفون مثلا الجديده وحتى ويندوز 11 ممكن ان تقطع دابر فضول جوجل كروم؟ يعني قد يكون حل فكرة ان انت اولا تدخل تنافس اعلى تتيح بعض الخدمات اللي بمقابل، او كمان اعدادات الخصوصية ما تكونش عبارة عن مجموعة من الشروط ثم ضغط الزر واحدة، لا مجموعة من الشروط المنفردة. لكن ده اعتقد هتبقى اشكاليته في طبيعة الاسواق. يعني مثلا لو انت جيت بصيت على النسبة زي ما انت قلته في العالم كله كروم 65%، لكن مثلا لو جيت بصيت على اسواق محددة زي مثلا الامارات احنا بنتكلم على نسبه قليله جدا اقل من كده 57%، السعوديه كمان نسبه عظيمه 50% لكروم و 40% لسفاري، انت بتتكلم على مثلا مصر لا الوضع مختلف 75% لكروم. اعتقد ده ممكن يكون ليه علاقه باستخدام اندرويد وبحركه الانترنت اللي هي اغلبها على الموبايل. لكن في كل الاحوال انا عايز اكد منه ايه، ان هنا في المنطقه العربيه احنا غايبين عن القصه دي. معظم دلوقتي في تطورات كتيره في الموضوع، وكروم وجوجل وفيسبوك وامازون كلهم بيخضعوا ل ضغوط كبيرة جدا من الاتحاد الأوروبي من ناحية، من القضاء الأمريكي من ناحية، من كندا، من استراليا، ففي ضغط. هل هنا في ضغط فيما يتعلق بحقوق المستخدم العربي؟ أعتقد في قصور فيها ومحتاجين نبدأ نفتح قنوات اتصال مع المنصات دي، خاصة أنهم بقى عندهم قدرة على الاستماع أكتر والرضوخ للضغوط. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من القاهرة الخبير في الإعلام الرقمي خالد البرماوي.